والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد، كان الإمام مبطون مبطون، نعم ما يكاد يرفع رأسه. كان يقول الإمام الباقر: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه، ما يقوى يشيل رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة، منعه الحسين. مرض الذرب، يعني مرض في المعدة، ويعطون تفاصيل مزعجة ومقرفة ومقززة على الإمام زين العابدين. وسمعت أحد الخطباء على المنبر قبل سنوات يذكر كلام الله يعلم ويشهد، ما استطعت أن أكمل سماعي له، كيف كان الغلمان يدخلون على الإمام زين العابدين بالطشوت والماء، ما أعرف أحبابي، لأن الإمام السجاد يقول كان مبطونا. الآن أنت تسمع هذا الحديث، حتى عند الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد يقول كان علي بن الحسين زين العابدين، كان علي بن حسين زين العابدين مبطونا، الشيخ المفيد يقول، سبحان الله شيخ المفيد. فتتبعت كلمة الشيخ المفيد، يا شيخنا المفيد أفد، أنت من الأولياء الصالحين، من أين جاءتك هذه الرواية؟ لأن أهل البيت ما يقولون الإمام السجاد كان مبطونا، كل أهل البيت يذكرون أن الإمام زين العابدين كان سليما معافى لما خرج من المدينة إلى مكة، وأربعة أشهر يصلي خلف أبيه الحسين بالمسجد الحرام، الإمام علي بن الحسين ما فيه شيء، سليم ومعافى، وجاء من مكة إلى كربلاء الطريق كله كان سليم ومعافى. لما نزل بكربلاء نزل ضعف في بدنه، هذا كلام أهل البيت، الإمام يصيبه ضعف، كما رسول الله في حديث الكساء صلى الله عليه وآله قال: بني فاطمة إني أجد في بدني ضعفا. فنزل لما دخل كربلاء الإمام السجاد مع أبيه الإمام الحسين سلام الله عليهم، نزل ضعف في بدنه. في نص آخر ينقله الشيخ الطبرسي عليه الرحمة في إعلام الورى بأعلام الهدى يقول: وكان فيهم، يعني في السبايا، وكان فيهم علي بن الحسين وهو مصاب بداء الذرب. الإمام زين العابدين، الإمام الباقر يقول كان مبطونا، نص الطبرسي يقول وهو مصاب بداء الذرب. هذان النصان أيضا لا تنافي بينهما، بل أحدهما يفسر آخر. وكان مبطونا، يعني كان يشتكي من ألم في بطنه. الإمام عليه السلام كان يشتكي من علة باطنية، هل هذه بسبب تمزيق الدرع أم لها سبب آخر؟ نحن لا نعلم، إلا أنه كان يشتكي من علة باطنية. هذه العلة الباطنية فسرها نص الطبرسي، وكان مصابا بداء الذرب. داء الذرب داء يصيب المعدة فلا تهضم طعاما ولا تمسك طعاما. فتصور حال الإمام زين العابدين عليه السلام، من ناحية أدخن بالجراحات حتى لم يبق منه إلا رمق، من ناحية كان مبطونا وكان مصابا بداء الذرب بحيث ما كانت تهضم معدته شيئا ولا تمسك شيئا. اجتمع هذا مع هذا فأشرف الإمام على الموت. فيعني علمان يقول المرض مو مرض بعين ولا غير عين، وإنما هو تدبير إلهي حتى يسقط عن الإمام السجاد التكليف بالجهاد يوم عاشوراء، ويحفظ من القتال من الأعداء، لأنه فإذا لب بالفكرة مرضه تدبير إلهي ليحفظ الإمام من القلب.
فشلون تقول لي أصيب بعين ما عين؟ جل قول الذهبي وقال ماذا؟ قال إنه أصيب بمرض الذرر، وهذا ما عليه علماؤنا. يعني وش الذرر؟ وش الذرر؟ يجيب السيد محمد صادق الروحاني مد الله ظله الوارف، يقول المذكور في بعض الأخبار أن مرض الإمام السجاد في كربلاء كان هو الذرب، وهو الداء الذي يعرض المعدة فلا تهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه. واضح؟ هذا اللي أصاب الإمام، وهاي ذكرته بعض الروايات. فعن الإمام الباقر عليه السلام اللي صدرنا به الحديث، كان أبي مبطونا يوم قتل أبوه، يعني داء وين؟ في البطن، في المعدة. واضح لو لا؟ واضح؟ هذا هو التحقيق، وإلا القضية لا قضية عين ولا حسد، وإنما التحقيق هذا الأمر. بعد لا تلتفتوا إلى بعض من يذكر يمينا وشمالا وإيش مرض الإمام؟ قال مرض الإمام السكل سل، ولذلك الشيعة أخذوا السكل سل من إمامهم له. دخل هذا بهذا سكل سل، سكل سل إمام مرضه الذرب، لأن مرضه وإيش مؤقت مو دائم. نقول مع ذلك الآن أيها الأحبة، لو سلمنا أن الإمام صلوات الله عليه بهذه الحالة وبهذا المرض، لكن أنت كيف تتصور الآن مع انقطاع الطعام والماء عنهم؟ كم؟ أقل شيء، أقل شيء ماذا؟ أكثر من يوم ونصف أنهم لم يصل إليهم لا ماء ولا طعام، بعد روايات تقول 3 أيام. زين أنت الآن جيت تصورت بأنه كيف يتصرف الإمام إذا انقطع عنه الماء؟ أنت ما تصورت أساساً الإمام هل في بطنه شيء؟ هل كان الإمام في بطنه شيء وهو بأبي وأمي؟ ال- 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 من كان في الخيام، من كان سليماً كان خاوي البطن، طاوي البطن، خاوي الأحشاء عن الماء والبطن. أنت هذه تصورتها أو لا؟ إذن القضية موجي إحنا رتبنا لوازم على أن الإمام إذا التزمنا بهذا النقل من الشيخ المفيد، يعني نحن سنلتزم بأن الإمام سيتصف بصفات لا تليق بحاله. بكلها تصورات إحنا من حدسنا وتصورات نحن ولوازم نحن رتبناها، أما في هذا. ولذلك أساسا لو كان هذا موجود لكان هذا مدعاة للإعابة على الإمام صلوات الله عليه من قبل أعدائه، بينما لا نجد ولا رواية أنهم عابوا على الإمام صلوات الله وسلامه عليه من هذا المرض ومن آثاره. علة الإمام يقول سبب مرضه رأي نقل نقله البعض أن سبب مرضه كما زعم أنه أصيب بداء يسمى الذرب. هذا داء أو مشكلة، مرض في الجهاز الهضمي يسبب نوع من الآلام ونوع من المضاعفات. ونقل البعض إن هذا أيضا كان يخرج من المعصوم جراء ذلك المرض ما ينفر الناس عنه، وإحنا في عقيدتنا المنفر لا يجوز نسبة إلى المعصوم. يعني أي شيء نقص يجعل المعصوم موضع استهزاء للناس وموضع سخرية للناس ما يصير النسبة للمعصوم. لاحظني، للمعصوم تحديدا مو لغيره. أنا خي يصير عندي نقص لأن أنا مو معصوم. ولهذا هذا الذي سمع الإمام الصادق سمعه في مسجد النبي صلى الله عليه وآله يقول إن محمدا صلوا عليه وآله إن محمدا كسرت ضواحكه أو رباعيته في معركة أحد. التفت إليه الإمام قال كذبت والله، كذبت، ما خرج النبي من الدنيا إلا سالما. لأن اليوم واحد من سنونه تقع، من محاسنه تقع، فعلا لا يستطيع التبسم ويكون موضع سخرية للناس. كيف معصوم؟ ما يجوز علي. وقال له أنت تريد السيء إلى بطولة علي بن أبي طالب، لأن علي لم يدع أحدا يدنو من النبي إلا قتله. لاحظوا، لاحظوا.
فإحنا ما للإمام زين العابدين يصدر من عنده منفر وأشياء اللي يصير عنده فرد التهام بالمعدة أو الأمعاء ويصير عنده تقيؤ وأمور أخرى وما تصير ما تليق بالإمام فنرفض. رواية أخرى سلام الله عليه إنه هنا ضرب أو تحليل آخر بمعنى توسع الجرح إن إمامنا كان مجروحا، وهذا أيضا نقله الفضيل ابن الزبير الرسان الأسدي صاحب الإمام الصادق من إن زين العابدين اشترك ببعض القتال يوم عاشوراء بيوم عاشوراء وارتث. من تروح المعاجم اللغة تجد ارتث بمعنى جرح ونقل من المعركة مجروحاً.